مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبتة شجرة الحب المفصفصة الريشية، هي نوع من النباتات تتبع جنس شجرة الحب من الفصيلة اللوفية. البيئة والانتشار: هو نبات استوائي يزرع عادة تحت أشعة الشمس الكاملة، ولكنه يمكن أن يتسامح ويتكيف مع الظل العميق وينمو بشكل أفضل في التربة الغنية التي تحتفظ بالرطوبة والتي يمكن أن تكون قلوية قليلا. وصف: تنمو هذا بطول يصل إلى 1.5 متر وترتبط بأعناق طويلة ناعمة، إنها لون أخضر عميق التكاثر. يتكون العضو التناسلي من يزرع في وسط طبقة جابية تسمى، هذه معلومات معلومات النبات طبعا، أضع لكم الرابط تحت الفيديو. الزراعة: تزرع شجرة الحب كنبات المناظر الطبيعية في العديد من البلدان المعتدلة المدارية وشبه المدارية والحارة، بما في ذلك الفلبين في جميع أنحاء أستراليا والساحل الخليج والساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا وكاليفورنيا. علم السموم: الأنواع الموجودة في جنس شجرة الحب سامة للفقاريات، ولكنها تختلف في مستويات تسميتها عنها. تحتوي على بلورات كسالات كالسيوم في حزم ريبهي، وهي سامة ممهيجة شجرة الحب. النسق قد يتسبب تهيج الجلد، التناول أجزاء من النبات قد يؤدي إلى تورم شديد وظائف الجهاز التنفسي الخطر. المزيد من المعلومات طبعا أضع لكم الرابط تحت الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.